لك بتعرفي انه سألتلك فريال؟ وأنا أكتر ابن عمي. والله ما كانت محرزة هالقصة تصير، بس انتي بتعرفي انه اخواتي. هلا اترك الماضي للماضي ولا تجيب السيرة، وأنت بتعرف إنه إخواتك إخواتي بعهد الله. يا برب يا الله. لك لا تفوت. لك تهورت وخلص. السلام عليكم يا مو، عشان بدك تبوس عليها. وين فتحية؟ الله يلعن المسكور. ليش يا مو؟ لأنه هلكتني اليوم. ليش هلكتك يا مو؟ لك شي حممتني بالمي، شي وقعت صينية ونقزتني. ايه بكون مو قصدها يا مو، مو قصدها. مو بقصدها؟ اسألني أنا عن جنس حواء، حيا من تحت تبن. ايه يا مو، ايه أنت بتفهمي أكتر مني بجنس حواء، مزبوط معك حق. يا مو مشي الحال تمام التمام، بعثت له مرسال واليوم موعدنا المساء. وليش خايف يا بعدي؟ ما تعلي صوتك. شو خايف ما خايف يا مو، انا ما بخاف غير من اللي خلاني. بس يعني مثل ما بيقولوا اقضوا حوائجكم بالكتمان. بس انا اللي قارئني اكثر شيء هذا اللي اسمه محمود الحكير. ليش شو مو محمود؟ محمود هذا واحد واعطي، انا ما بروح لعنده على الدكان بنوب بنوب، تخانات انا وياه يا مو. إيه لو ما ردوني عنه ابو حده وديبه كنت قتلته على الخاليص. لك شو بدك فيلك ابني؟ هلا وقت تعالى انت والناس على وش الجواز انت؟ يا مو انا ما بقدر، انا دمي بيفور بيصير بيغلي، بدي خانه بدي اقتل بدي اضرب. المهم هلا وين فتحيه؟ بالمطبخ عم تطبخ. اهلين اخي، خير ان شاء الله. ليش جاي بكير؟ في شي لا سمح الله؟ والله قصة غريبة. خير شو في؟ هادي يا اختي، جاني على الدكان مرسال من طرف ابو عبدو، قال جاي لعندي اليوم المساء. انا عرفت شو بده. بس التاني. ومين التاني؟ التاني محمود الفوال، كمان بعت مرسال قال بده يجي اليوم المساء. ايه بس هذا ما بعرف شو بده. ومين هاد محمود الفوال؟ محمود الفوال هذا بياع الفول بحارة السبع. ايوه، ويعني اخي شو ممكن يكون بده منا؟ ايه انا شو بيعرفني؟ ان شاء الله ما يجوا مع بعض. ولي على قامتي، ولي على قامتي اذا اجوا مع بعض. ليش ولي؟ عرفانه شيء؟ ليلي. لا لا لا، مالي عرفانه شيء، منين بدي اعرف يعني؟ بس اخي بعرف انا بيقولوا يعني نسوان الحاره، ولي على قامتهم شلتاتي نسوان الحاره، بيحكوا كثير بتعرف انت، بيقولوا انه هدول تبعات حاره السبع يعني مثل الديوك على بعضهم. وانا هذا اللي زعجني. ان شاء الله ما يصير فيهم مثل الديوك اللي بيجتمعوا على مزبله. شو؟ ليش انا مزبله اخي؟ عفوا يعني، عفوا يعني، شو قصدك اخي؟ بيتنا مزبله؟ اخ اخ اي اخ 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 على مهلك، على مهلك، على مهلك. اي اي تعال حالك انك اخذت. ليش تفوت هيك قصه؟ لك انا اللي فت بالقصه ولا القصه اللي فاتت فيني؟ ما اقتنعت، شلون هيك القصة فاتت فيه؟ لك أنا قاعد عند ديبو الحلاق عم بحلق شعري، ربط لي المنشفة، فات محمود وفات أبو عبده واثنيناتهم قال عندهم طلبة، وهاد يقعد قبل هاد وهاد يقعد قبل هاد، قام علقوا بين بعضهم وبلش الضرب فيني، وأنا ما عاد عرفت شلون بدي فك حالي من ورا ديبو وهذا الأخوات. لك ربط لي المنشفة. لا ما شو طشمة، فك حالك واطلع. أنا طشمة؟ إليك أكبر واحدة من الجورة. أبو زغلول، بدي اسألك كم سؤال ويا ريت تجاوبني عليهم بصراحة. أعوذ بالله يا زعيم، ما تعودنا نكذب على حدا لحتى نكذب على زعيمنا وتاج راسنا. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. أنت من مدي اشتريت شي جرة من عند أبو حاتي؟ من مدي؟ يعني قديش؟ حاكم أنا بشتري جرار كتير ولزوم شغلي. خير في شي زعيم؟ يعني من شغلة 15 يوم رحت شي لعند أبو حاتي واشتريت من عنده جرة. من 15 يوم. ايه والله تذكرت زعيم. من فترة مرقت من ناحو قمت لقيت جرة غريب شكلها وما كان في غيرها على الرف. قلت له تبيعني اياها، قام ما رضي. يعني ما اشتريت من عنده ولا جرة؟ زعيم جايك بالسيرة.
لما قال لي انه ما بدي بيعها قلت له انت مو فاتح المحل لبيع الجرار؟ قال لي مبلا، بس هاي اترك لي اياها مسطرة عم صنع منها وبيع، صرت مصنع 5 جرار. قمت قلت له انا انت منين جايبها؟ قال لي من الزبالة. قمت انا زعلت وحملت حالي بدي امشي، قام ندهني قال لي تعال تعال خدها ولا يهمها. لا حول ولا قوة الا بالله. واخذتها هي ذاتها لما المجرار اللي هو مصنعهم؟ اخذتها هي ذاتها. شو عرفك انه هي ذاتها؟ لانه قديمة وموسخة ومكسور تمها، هيك على ما اذكر. كبر واجبك عمي. شرف تفضل لهون. شرف، اهلا وسهلا ومرحبا. عن اذنك بس عمي. ايوه ايوه مين؟ انا ابو عبدو. اه السلام عليكم. اهلين اخي ابو عبدو، شرفت. خدنا طريق. يلا يلا خدوا طريق. شرف شرف ماك اخذنا حكاية، ما في شيء من عيبتك، عندك الاضحية السريعة. اهلا وسهلا عمي. ما علينا. شرف تفضل. شرف شرف علي اخي كاين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا اهلين سهلين. شرفتونا. الله يزيدك شرف عمي. كأنه الشباب ما بتعرف بعضها. آه لا 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 نعرف بعض. سلام عليكم. علي علي. ايوه شو بتشرب عمي؟ اي شيء. شاي شاي. يا الله، هي اول مره بحياتي بشوف اثنين جايين ليطلبوا وحده. اسكتي بقى يا يا ربي الله يستر. بتعرفي شو بتمنى؟ يا ريتني زلمه لفوت اشوف هالمنظر يلي جوا. شو صار لكم انتو التنتين؟ عيونا سكوتكم بقى العمى. يعني فوق ما تكوني مبسوطة انه جايك عريسين بنفس الوقت؟ وانتي قلبك لمين هيك اكتر ميال؟ لك شو عم تحكي انتي التانية؟ يعني شلون بدي يميل قلبي لهون ولا لهون؟ انا اتنين ما بعرفهم اصلا. ايوه ليكي، معناها واحد اليك وواحد الها، شو رأيكم؟ لا شو رأيك؟ انا عندي فكرة احسن، واحد اليك وواحد الها. يوه وانتي؟ يا سعدية. ايوه ايوه جاي. ايوه ما قلت لي ليش جاي لهون انت؟ جاي اطلب ايد سعدية. شيه؟ وانا جاي اطلب ايد سعدية؟ ايه بس سعدية بدها يعني إلي. ايه ما فشرت سعدية، انا طلبتها قبلها. فشرت بعينها. انا بدي لي فشرت ولا حيوان؟ انا حيوان؟ السلام عليكم. اهلا زعيم. اهلا وسهلا. شرف عليك. شرف يا يا سيدي. ذات الجرات رح هو شاريها. ايه ولما باع بيته باع مع العفش لابو طلعت. يا حبيبي، معناها الجره هلا بدار ابو طلعه. ايه وبركي كان عم يكذب زعيم. لا تنسى اشتري دكان ودار جديده. ما ظنيته بيكذب علي، قال لي انه باع بيته ب 600 ذهبي، اشترى بيت ب 400 ودكان صغير ب 200 ذهبي. وانت صدقته؟
والله زكر عم يكذب علي، حسابه عندي كتير عصير. طيب والعمل هلأ زعيم؟ والعمل نلحق الكذاب لورا الباب. ولك شو قصتكم انت وياه؟ ما صدقنا خلصنا من المشكلة الظهر، طلعتوا لنا بمشكلة المساء؟ شو بنقضيها بالكراكون عليكم؟ هو بلش، هو بلش سيدي. لا هو بلش، هو بلش، هو البلش، انت بلشت. سدني عك انت وياه ولا؟ هات لشوف يا كايت شو القصة؟ الله وكيلك يا سيدي، ما بعرف شي غير انه صالوني تكسر. ان شاء الله بالهنا، بس قلي لشوف، شو كانوا عم يعملوا عندك هدول الجوز؟ والله يا سيدي لهلا ما بعرف ليش جايين لعندي. معناها ما زال ما دخلك، روح انت هلا واترك لي هدول الجوز اتصرف معهم. امرك سيدي. ولك شو قصتكم انت وياه ولا؟ ابو عبدو شو رايح تعمل عند كاي؟ انا كنت رايح اطلب ايد سعديه اخته. ايوه وانت بلا محمود شو رايح تعمل عنده؟ وانا كمان كنت رايح اطلب ايد سعديه اخته. معقولة انتو الاثنين رايحين تطلبوا نفس البنت؟ سيدي هذا ابو عبدو ما خلى بنت بالحارة الا تزوزها، رحنا على الحارة الثانية تزوز، رحنا لوني عم ينافسني. ليك لك هذا الكلام مو صحيح سيدي، انا بعت الميمي لعندهم قبل منه وافقت علي البنت، بس هو حاطط حطاطي، شوف شلون سفاني بالطبريزة. وانت يا ابو عبدو من لك المصاري كلها لحتى كل يوم والتاني بتروح تطلب لي بنت وبتدفع مهرها؟ والله أنا سيدي ملاقي كنز، حدا له عند مرائي شي؟ والله وأنا يا سيدي ملاقي كنز، حدا له عند مرائي شي؟ أنتوا الاثنين ملاقين كنز؟ شو الظاهر ملاقين الجرة؟ أنا جرة سيدي. غريبة لهلأ ما رجع؟ لوين بده يكون راح؟ وليش طول لهالدرجة؟ معقول زبط حاله عنده شي اجتماع عند الزعيم؟ اللعبة يا فتحية شلون صايرة؟ مثل الطشمة مالك عرفانة شي من شي.